جواز عتريس من فؤادة باطل. ربنا ما زعلش من ناس سكروا ولا زعل من ناس سرقوا. الكتب اللي ترجمتها السعودية وترجموا كلام زي الزفت، يبقى ربنا اشترك مع النبي والنبي اشترك مع ربنا؟ يعني ربنا مش فاهم ان اللي أساؤوله النجديين والوهابية؟ ربنا بيقول عليه بهيم مش انسان. المسيء لرسول الله وتصف، يعني انا ارضى اصلي بالخطيب بتاعي يبقى خروف؟ ما عز المحاضرة دي كانت في دولة المغرب، وكان بيطعن في علماء أهل السنة والجماعة وخاصة في السعودية، فعايز يكره الناس فيهم فلازم يطلعهم وحشين، فهيقول كلمات على لسان علماء أهل السنة والجماعة المفروض إن هم قالوها، وبعدين هيقوم هو الشاطر اللي هيرد عليهم. طب تعالوا نشوف اللي قاله على لسان أهل السنة والجماعة. اسمع، يقول لك بس هم أصل الناس بيقدسون مشايخهم. طبعا بيقول لك اصل الناس يقدسون مشايخهم، اللي هم مين؟ المفروض علماء اهل السنه هم اللي بينكروا على الصوفيه ان هم يقدسون مشايخهم. اسمع، هذا شرك، وهذا شرك، وهذا شرك. المفروض ان هم اهل السنه والجماعه قالوا عن التقديس بتاعهم لمشايخهم هذا شرك. طب ايه هو نوع التقديس يا شيخ؟ معنى الشرك يعني حته الشرك في حته بسيطه. انا لما ابوس ايدي الشيخ بتاعي فين هو الشرك؟ واحد بيسألني مرة بيقول لي يعني وتقبيل اليد يعني هذه بدعة. طيب واحد قبله قبل كده قال له هذا شرك تقديس المشايخ، قال لك هوريكوا حاجة صغيرة من الشرك اللي هما بيقولوا عليه تقبيل يد المشايخ، فقال له هذا بدعة. يعني هو بدعة ولا شرك؟ طيب أنا هجيب لك حد من أهل السنة والجماعة اللي هما ما بيحبهوش. واحد بيجي لهم مغص لما بيسمعوا اسمه، الشيخ ابن عثيمين، لما سألوه حكم تقبيل يد المشايخ احتراما لهم، المفروض عن كلام المدعي البرهاني الشيخ يقول بدعة وضلالة وشرك. اسمع، تقبيل اليد احتراما لمن هو أهل للاحترام كالأب والشيخ الكبير والمعلم لا بأس به، لا بأس به. قال لك لا بأس بذلك يا شيخ، ودي أول شبهة معانا النهاردة، إن مشايخ أهل السنة قالوا تقبيل يد المشايخ عند الصوفية شرك، وزي ما حضرتك سمعت شيخ من مشايخ أهل السنة قال لا بأس بذلك، يبقى هو كذاب ولا لأ؟ خش على الشبهة اللي بعدها. هو ربنا عنده إيد بيبوسوها؟ دي شبهة تانية. هو ربنا عنده إيد بيبوسوها؟ عندوش إيد أصلا، ما هو شرك يعني إيه؟ ما عندوش إيد أصلا. هنرد عليها كمان شوية. أنا بعمل عمل مشترك زي ما بعمله مع ربنا بعمله مع الراجل ده، ده اسمه إيه؟ أشركته في الحتة دي. ربنا بيبوس إيده؟ ما عندوش إيد أصلا. ربنا ما عندوش إيد أصلا. لما ربنا في القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، لما ربنا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما ربنا يقول لك والسماوات مطويات بيمينه، لما ربنا يقول لك قل إن الفضل بيد الله، كل الآيات اللي ربنا أثبت لنفسه اليد وقال تعالى ليس كمثله شيء، يبقى من هنا لو انت عاقل هتثبت لله ما أثبته لنفسه على الوجه الذي أراد. اليد معلومة والكيف مجهول، لا تشبه يد المخلوقات. يجي الشيخ عتريس ويقولك ما عندوش إيد أصل عشان يبوسوه. خش على اللي بعده. هاي وتبوس إيده ليه يا أخي؟ وتعتله سيدي وملاي والسيد الله. السيد مش الله ولا الشبهة اللي بعدها، ازاي تقول السيد الله؟ الله مش السيد ولا حاجة، على اساس ان مشايخ اهل السنة قالوا لا يجوز انك تقول للشيخ يا سيدنا. اسمع، ما اقول ربنا ما اسموش السيد، والاسماء الالهية موجودة وفتش فيها مش هتلاقي السيد. الاسماء الالهية موجودة فتش فيها ومش هتلاقي السيد. طيب لو انت عاقل ومؤيد لهذا الرجل ابحث على اسم السيد عند الامام احمد او عند الامام ابي داود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، واسم السيد من الاسماء المشتركة اللي ربنا سمى نفسه بيها زي الكريم والرحيم واللي ينفع تطلق على الانسان. يعني عندك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، هيبقى النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، وربنا من أسمائه الحسنى الرحيم، فهل اشتراك الاسم ده شرك يا شيخ؟ وهل الوهابية قالوا كده أصلا ولا لأ؟ وهل لو اشتركت الأسماء هل يلزم اشتراك نفس الصفة؟ لا طبعا، صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات. كمل، وسيدنا النبي قال أنا سيد، يبقى ربنا اشترك مع النبي والنبي اشترك مع ربنا؟ يعني ربنا مش فاهم ان النبي مش فاهم ان ربنا هو السيد يقوم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ النبي يقول أنا سيد تقول لي لا ده ربنا السيد؟ بدون تقول لي لا ده ربنا السيد على اساس ان في حد اعترض انك انت ينفع تقول للشيخ يا سيدنا ولا لا؟
بتنكر حديث النبي ولا بتدعي ان النبي قال كلام ما يليقلوش وهو يليق بربنا؟ يعني بتكذب النبي تاني ان كذب تاني على اساس ان هو كذبه اولاني؟ فطبعا القاعدين يا العالم الوهابية دي كفرة. النبي يقول انا سيد، تقول لا ده ربنا السيد بدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ لكي يحكم في يهود بني قريظة: قوموا إلى سيدكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يبقى زي ما حضرتك سمعت كده، شيوخ الوهابية ما قالتش زي ما أنت بتكذب عليهم إن قول سيدنا للشيخ أو لشخص ما بدعة وشرك. فهمت يا شيخ عتريس؟ كمل. النبي قال كلام ما يليقلوش وهو يليق بربنا، يعني بتكذب النبي تاني ان كذب النبي؟ ونضحك على الناس يقول لك ما تقولش يا اخي مولانا مولاكم الله، ما هي مولى بمعنى الخير. الشبهة اللي بعدها: ما ينفعش تقول لفلان مولانا مولاكم الله. طبعا الكلام ده على لسان الوهابيين الوحشين، انك لو قلتها شرك وبدعة. هنسمع دلوقتي مشايخ الوهابية هم بيقولوا يجوز ولا لا يجوز، شرك ولا بدعة. سيدنا النبي صلى الله على سيدي ومولاي: يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يا زيد بن حارسة أنت أخونا ومولانا. النبي كان بيقول لسيدنا زيد بن حارسة يا مولانا. كمان اعترض على النبي بقى كمان بالمرة بقى بوصله. لا ما تقولش يا مولانا المولى هو الله. ما تقولش يا مولانا المولى هو الله. طبعا هو بيتريق على طريقة نطق الوهابية لكلمة الشرك اللي قالوها دي. فخلونا نسمع هل قالوها فعلا ولا لا. هنجيب لك شيخ من أهل السنة والجماعة أيضا لما بيسمعوا اسمه بيجي لهم مغص. يقول: هل يجوز إطلاق لفظ مولانا على العلماء والمشايخ؟ يعني محبوبنا، مولانا معناه محبوبنا. نعم. لا بأس. لا بأس، مولانا محبوبنا لا بأس. قال لك لا بأس يا شيخ هيثم. قال لك إيه؟ لا بأس يا كذاب. اللي بعده: حديث المروي في سنن أبو داود عن زارع قال: كنت في وفد عبد القيس، الوفد اليمن، عشان يبيعوا حضرة النبي. كنا نتبادر من رواحلنا فنقبل قدم النبي. طيب الحديث اللي قاله فيه شخص مجهول، فلو فرضنا معاك ان الحديث صحيح، ده علاقته بتقبيل اليد؟ يبقى تقبيل اليد بدعة. يبقى تقبيل اليد بدعة، لان الحديث اللي بيقول كنا نتبادر ونقبل يد النبي ورجليه صلى الله عليه وسلم، فلو فرضنا ان الحديث صحيح فيبقى تقبيل يد المشايخ جائز عشان الاحاديث الصحيحة اللي وردت في كده. لكن الحديث اللي انت قلته فيه مجاهيل يا شيخ يا مجهول. تقبيل القدم هو السنة. حديث مروي في سنن أبو داود، وفد كامل، زي الآيات ياخدوها من حتة مش بتاعها، الحديث يجيبوه من حتة مش بيستشهد. أيوة بيجيبوا أحاديث مش موجودة في كل الكتب. فاكر أنا الحتة دي؟ ما أنت مش عارف الموطن. وزيك تقول يا سيدنا النبي قال أنا ابن امرأة من قريش فكيف يكون سيدا؟ هو طبعا دلوقتي بيتريق على مشايخ أهل السنة، إزاي النبي يقول أنا ابن امرأة من قريش كيف يكون سيد؟ لا يجوز أن تقول أنا النبي سيدنا محمد. لا يجوز أن تقول سيدنا محمد عن كلام الشيخ. تعالوا نشوف. طب ما قال أنا سيد ولد آدم؟ ما ده موطن وده موطن، ما تجيبش الموطن دي تحط في الحديث دي والموطن دي تحط في الحديث دي، ده اسمه قياس مع الفارق فهو باطل شرعا. جواز عتريس من فؤاد باطل. جوازك من فؤاد باطل يا عم عتريس. موطن وده موطن، ما تجيبش الموطن دي تحط في الحديث دي والموطن. لسه هنرد على موضوع سيد. يقول لك يا اخي قال لا تسيدوني في الصلاة. طبعا قصده ان مشايخ اهل السنة اوردوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا النبي يقول لا تسيدوني في الصلاة. تعالوا نسأل شيخ من مشايخ اهل السنة والجماعة عن الحديث ده، هل صحيح ولا غير صحيح؟ حديث لا تسيدوني في الصلاة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس كده، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الشيخ عتريس هيقول لهم هم قالوا الحديث صحيح لكن انا بقول لكم ان هو غير صحيح، فهيبان قدام شوية الغنم اللي قاعدين انك انت كشفت ضلال ناس كتير. ايوة الحديث غير ما هو صحيح، ولو راحوا بحثوا عليه هيلاقوه غير صحيح، مع ان مشايخ اهل السنة قالوا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مغالطة رجل القش.
كان لا تسودوني في الصلاة. بيقول لك هي لا تسودوني في الصلاة، لا تسودوني مش لا تسيدوني. إني سادة يسودوا مش سادة يسيدوا. طبعا هم اكتشفوا الخطأ ده، اكتشفوا الخطأ ده فقاموا عدلوها وصلحوه في الكتب الجديدة، وصلحوه في الكتب الجديدة على أساس إن الكتب القديمة مكتوب لا تسيدوني في الصلاة حديث صحيح عن كلامه. فلما جبنا لك لو بحثت على النت أو بحثت عن أي شيخ من أهل السنة هيقول لك الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعات القديمة لا تسيدون، النبي ما بيعرفش عربي. النبي دلوقتي رمى الشبهة ورد عليها، هم بيقولوا حديث لا تسيدوني في الصلاة، وقال لك النبي ما بيعرفش عربي. ما هم ما قالوش كده أصلا يا عتريس. لا تسيدوني لو هيقولها صحيحة وقالها النبي يقول لا تسودوني في الصلاة، أوليس هذا سيد من أسود مش من أسيد؟ حتى اللغة العربية بتاعتهم غلط تعظيم، وغلطة رجل القش. يقول لك قالوا وهم ما قالوش، ويروح يرد عليهم على أساس إن هم قالوا وهم ما قالوش، فيبان قدامهم إنه مدد يا مولانا مدد، مدد يا برهاني مدد. أيوة تعذروه وتوقروه، ربنا ما زعلش من ناس سكروا ولا زعل من ناس سرقوا. إنما ربنا ما زعلش من ناس سألوا، ربنا زعل من ناس قالوا. حلو، فهل الزعل صفة من صفات الله يا أجهل خلق الله؟ هل ربنا بيزعل؟ هيجي واحد بوش مربع يقول لك الزعل من الغضب وربنا بيغضب. أبسطها لك، في القرآن وارد إن ربنا يريد، فلما أنا أقول لك ربنا يريد منك إن أنت تتوب والله يريد أن يتوب عليكم، ينفع وأنا بشرح حالك أقول لك ربنا عايزك تتوب؟ ما ينفعش، لأن العوز صفة نقص لله زي الزعل صفة نقص لله. ما ينفعش تقول ربنا بيزعل. فهمت يا صوفية؟ سيدنا النبي قوله مش يا محمد اخرج لنا يا محمد، قال له إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون يعني ما بيفهموش، واللي ما بيفهموش يبقوا إيه؟ يبقوا بهايم. يعني اللي بيقول محمد ويا محمد ده ربنا بيقول عليه بهيم مش إنسان. هنا بيشتم الصحابة سب علني، اللي نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ناس من بني هاشم قبل أن يسلموا، فنزلت فيهم الآيات، وكان منهم مين؟ الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقيس بن عاصم. فهل ينفع نقول عليهم كده؟ لا يعقلون يعني ما بيفهموش، واللي ما بيفهموش يبقوا إيه؟ يبقوا بهايم. يعني اللي بيقول محمد ويا محمد ده ربنا بيقول عليه بهيم مش إنسان، نفى عنه صفة الآدمية. يبقى انت لما شيخ ويطلع على المنبر ويقول وان محمد وكان محمد، يعني انا ارضى اصلي بالخطيب بتاعي يبقى خروف مثلا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اللي لا يعقلون يدرسونا وان محمد وكان محمد لا يصح على الاطلاق. الصحابه لما كانوا بيخشوا على سيدنا النبي كانوا بيقولوا له بابي انت وامي يا رسول الله، فداك روحي ونفسي يا رسول الله. لا احنا فالحين لما ما هو اللي انت غلطت فيهم من شوية دول بقوا صحابة، يعني نزلت آيات في صحابة أيام الكفر وبقوا صحابة، فينفع اشتمهم بعد ما بقوا مسلمين؟ ينفع؟ الكتب اللي ترجمتها السعودية للغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية كده وفيها محمد ومحمد بشر ومحمد بشر. الكتب اللي ترجموها في السعودية بالألمانية والإنجليزية كتبوا فيها محمد وكتبوا فيها محمد بشر، فعمك عتريس مش عاجبه الكلام. طب تعال ناخد صورة عشوائية من كتاب مترجم بالإنجليزية من السعودية، وعشان المصداقية ابحث انت هات أي كتاب مترجم وخش ترجمه وشوفهم كاتبين محمد بس ولا لا. خد يا سيدي، كاتبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا برضو بقولك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله محمدا وعلى آله. يا عم انت بتتكلم مع مين؟ اللي بعده وترجموا كلام زي الزفت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، دول اللي أساءوا لي قالوا عنه بشر، قالوا مخلوق من طين، كده هم عالم وحشة. بتنكرها عليا ليه؟ ده على اساس ان يفهمهم ان هم بينكروا تقبيل اليد. وتقول لي صور المشايخ اللي في الكتاب بتاعك حرام، صور المشايخ اللي في الكتاب بتاعك حرام. انت حاطط صور المشايخ في الكتاب ليه اصلا؟ هي صورته علم ولا عشان تاخد فيها بركه؟
طب هل انت معترف ان هي حرام ولا لا؟ مصورة الملك اللي على الريال مش حرام؟ يعني انت بتشرب بانجو ليه يا ابني؟ قال طب ما انت واحد جارك بيشرب خمرة، يعني انت معترف ان هي حرام وعشان كده بتنكر عليهم الصورة اللي عندهم. طيب الصورة اللي على الريال ولا على العملة بتاعتهم صورة ممتهنة، يعني ما فيهاش تقديس، يعني ممكن واحد ياخد ريال يرميه في اي مكان يقع منه يدوس عليه واخد بالك يا شيخ، لكن انت تحط لي صورة الشيخ على كتاب مدد يا مولانا مدد، ده مش بعيد يعبدوها. يا الصورة اللي في الكتاب بتاعي انا بس اللي حرام؟ الصورة اللي في الكتاب بتاعي انا بس اللي حرام؟ يعني اللي عندك برضو حرام، يعني احنا الاتنين مشتركين في الحرام. طب يعني انت ما بتقبلش الحق ممن جاء به ولو كان كافر؟ يعني لو واحد كافر نصحك بشيء في دينك هتقول له انت كافر لن اقبل منك الحق؟ حمادة، والصور اللي في البتاع دي اللي على النقود واللي في الكتب المدرسية مش حرام؟ الصور بتاع انا بس اللي حرام، صورك انت مش حرام؟ نفاق نفاق، يعني ما بتقولوش الحق اللي عندي وعندكم. طب ما انا قلتها لك اهو، لابد ان تقبل الحق ممن جاء به. يا عم الشيخ ما يمكن مش قادر يقول ان الصورة دي حرام، مثلا اقبل الحق وسيب البطل اللي عنده. كمل. إذن القضية ما هي دين، القضية حاجة تانية. القضية قضية فلوس يا عم الشيخ، قضية أضرحة. قضية إيه؟ أضرحة. قضية هدم الدين. ليه؟ لأن كل الاعتراض على التصوف وعلى الذكر وعلى زيارة المشايخ، الاعتراض على التصوف والذكر واخد بالك؟ كله على جابوا آيات وأحاديث تمسكوا بكل سنن النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ان لحاهم قد كده الجماعة الصوفية، وباين على وشك اهو. الواحد عشان يسمع لك لازم اجيب محرم. شابهات، واما ليس موطن القياس او قياس مع الفارق، كله ضد الاحكام الفقهية، ولكن عوام الناس جهلة ما يعرفوش فقه، ولذلك الكلام بيمشي عنه. والله فعلا على الاقل مشي على قدامك واللي بيحبوك وبيسمعوا لك عشان ما يفهموش حاجة في الدين. لذلك بقت مشكلتنا احنا ان احنا نصلح الفقه اللي عند الناس، لا يعرفوا حاجة في الفقه ولا يعرفوا حاجة في القياس ولا الإجماع أصل في الدين. الأمة كلها أجمعت على حب، الأمة كلها أجمعت على إيه بقى يا شيخ؟ حب الأولياء وعلى زيارة، على حب الأولياء. كده عرفك ان الوهابية ما بيحبوش الأولياء، لكن هي ايه صفات الأولياء يا شيخ جرجس؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب صفاتهم إيه يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى لازم حاجتين، الإيمان والتقوى. طب الإيمان شيء قلبي وتثبته الجوارح، ما وقر في القلب وصدقه العمل. انت عرفت منين ان فلان ولي وانت شايفه بيصلي ويصوم وخلاص، لكن لم تطلع على ما في قلبه يا شيخ؟ وعلى الاستغاثة بيه، مفيش غير على الاستغاثة. اجمعوا على الاستغاثة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، لم يجتمع على الاستغاثة بالاموات الا الصوفية، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعين التابعين قالوا بالاستغاثة يا شيخ. دول بس الفئة الضالة دي اللي اعترضت. يوم احنا نلغي حكم الإجماع، حكم الإجماع بتاع الصوفية. طب يعني الصوفية كلها بتشرب سجاير؟ ومن حوالي سنتين كنت قلتلك انت بتشرب سجاير، قلتلي يعني هي السجارة بتاعتي اللي هتعمل دخنة في العالم؟ طب ما هي مخلفات السيارات خرمت الأوزون فمش هتيجي على السجارة بتاعتي. فاكر يا شيخ ولا نسيت؟ مش معنى ان الصوفية اجتمعوا على بدعة اصبحت حلال. ونبني أحكام الإسلام على فئة ضالة حاربت رسول الله وما زالت تحاربه؟ ما زالت تحاربه، على الأقل لستم متشبهين به يا راجل يا حليق. إذن القضية ليست قضية دين عند هؤلاء الضالة، إنما هي قضية تحطيم للدين وتكسيره. تحطيم للدين، بنقول لك اتبع القرآن والسنة، مش نتبع الأحكام الشرعية المأخوذة من الأحلام والأوهام والشيخ فلان قال لي إيه، علشان يقدروا يتحكموا في الأمة الإسلامية عشان يحولوهم لشعب من الجهلة. ليه؟ لأن أنا بأنسيك أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث هنا، ولذلك الأحاديث فيهم كتير بقى،
وصفتهم كثيرة. بس يا عم الحاج،